بالنسبة لمن ماله حرام، لا يحل للإنسان أن يعيش عليه إلا إذا كان هو مستحقا للمال العام، كأن يكون فقيرا فيجوز له منهما نصيبه من المال العام، والتعامل معه بالتعاملات بالمعاوضات مختلف فيه. وما ذكره كثير من الفقهاء من حرمة المعاوضة معه والتعامل معه مطلقا فيه تفصيل. فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، واليهود قال الله فيهم أكالون للسحت، وقال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ومع ذلك عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعامل معهم على ثلث ثمار خيبر بالمساقات، وأخذ منهم الدين وهكذا. فلذلك إذا عرف أن الإنسان صاحب معاملة فاسدة، أي تعامل معه يقتضي إعانته على فجوره فهو حرام، وما لا يقتضي إعانته على فجوره فالأمر فيه أوسع. فإذا كان للإنسان عليه دين فقضاه، ليس له أن يسأله من أين لك هذا الذي قضيتني به، بل يأخذ ذلك القضاء ولا يبالي ولا يسأله من أين هو. والأشياء العينية إذا علم أنها مسروقة أو أنها مغصوبة أو أنها مأخوذة من مال الدولة أو من مال العام، فليس للإنسان أن يتملكها عند الجمهور. وعند الحنفية أن الغصب يزيل الملك وأن السرقة تزيل الملك، وحينئذ يصبح إثمها على الغاصب، ويكون هو إذا وهبها لغيره أو قضى بها دينا لغيره أو أصدق بها امرأة أو عامل بها غيره يكون ذلك جائزا. والله أعلم.